استخدم فنانان من سوريا أدواتهما لتوجيه رسائل الشكر على أنقاض المباني لكل من تضامن مع بلادهما في كارثة الزلزال. رسائل الفنانين من وسط الدمار كانت لرد الجميل لكل من وقف إلى جوار سوريا في محنتها. في لفتة إنسانية وعرفان، استخدم فنانان سوريان أدواتهما لتوجيه رسائل شكر على أنقاض المباني لكل من تضامنوا مع بلدهما في كارثة الزلزال. وغطت اللمسات الفنية العزيز الأسمر وسلام حامد وطلاؤهما الملون الأنقاض في مدينة جنديرس بشمال غرب سوريا بعد أسبوعين من الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف. جينا لنبعث رسائل من على هذا الدمار يلي أحدثوا الزلزال لكل العالم يلي وقفت معنا يلي ساندتنا بهاي المحنة. نشكر كل شخص، كل فريق، كل دولة ساهمت في بلسمة جراحنا. في هاي الأمور برمزيتها، يعني كانت صراحة كثير لفتة كريمة من هالناس اللي وقفوا معنا بالمحنة. إن شاء الله نحن ما بننسى يلي وقف معنا، بنفس الوقت ما بننسى يلي خذلنا. هنا تبرز رسمة كبيرة لقلب باللون الأحمر تتناقض بشكل صارخ مع اللون الرمادي لحطام المبنى الذي رسمت عليه. وهناك وفي مكان قريب كانت الفنانة سلام حامد تضع اللمسات الأخيرة على لوحة تصور فتاة بأجنحة تطير بمجموعة من البالونات. عم نرسم على أنقاض المباني المدمرة بسبب الزلزال. عم نرسم على الجدار، طبعا بنوجه فيه رسالة شكر للأشخاص اللي أو للجهات اللي مدت يد العون وساعدتنا. يعني نحن ما بننسى اللي ساعدنا، اللي تعاطف معنا، وبنفس الوقت ما بننسى اللي خذلنا. ورغم ما خلفه الزلزال المدمر من عدد كبير من القتلى وحول كثيرين إلى مشردين بلا مأوى في طقس الشتاء البارد، لا تزال القصص الإنسانية الملهمة تروى لتحكي عن مبادرات الأمل التي تحاول أن تخفف عن السوريين.